من نانتي بينضم إلينا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية خالد، ليس سياسيا ولكن رياضيا اليوم، حدثني عما لديك من المستجدات في هذه الدورة والفعاليات. نعم هاجر، بعد التحية بعد قليل ستنطلق المباراة الأولى للفريق المنتخب المصري المنتخب الأولمبي، والصحف الفرنسية اهتمت بهذه المجموعة ووضعت المنتخب الإسباني والمنتخب المصري في قمة هذه البطولة. كانت كاميرا القاهرة الإخبارية متواجدة ورصدنا حضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية من العاصمة الفرنسية باريس عن طريق حافلة، وذلك لمناصرة المنتخب الوطني المصري. هناك مباريات أخرى في مارسيليا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأمريكي، ومباراة أخرى أيضا في العاصمة الفرنسية باريس وسط إجراءات استثنائية أمنية هاجر، وبصفة خاصة أن هناك تهديدات وحفل الافتتاح بعد يومين، و45 ألف شرطي ودرجي سيقومون بهذه العملية منعا لأي عملية إرهابية. وهناك أيضا تخوفات من قبل الحكومة الفرنسية من قيام بعض من الفيدراليات العمالية بعمل الأعطال في العمل والإضرابات. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من فرنسا.